سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد معاشر المسلمين، فالعلم ركيزة من ركائز الإيمان بالله تعالى، وكلما ازداد المسلم علما ازداد إيمانه. ولقد بين الله سبحانه فضل العلم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن هذه خصوصية عظيمة للعلماء لاقتران شهادتهم بشهادة الله جل جلاله وشهادة الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله سبحانه شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة للبصر. ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. وبين الله العليم الحكيم أن يرتكز عليها الأطفال طيلة حياتهم. أيها الفضلاء،